أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزجبين من نماذج تحدي العقل. كتير من الناس بيهرب من الحر وموجة الحر اللي بتتاح البلاد، بيهرب للشواطئ العامة على شواطئ البحر، بيعيشوا حياتهم ويستمتعوا بيها، بيهربوا من حرارة الجو. وأصدقائنا من ذوي الإرادة من حقهم الاستمتاع بالبحر والهروب من شواطئ الجو. أحد أصدقائي من ذوي الإرادة على سوق واحدة وعكاز من الخشب تذهب إلى أحد الشواطئ العامة لقضاء يوم جميل تستمتع فيه بالهواء الطلق. رغم الصعوبات والتحديات اللي بتواجهها بسبب عدم وجود شواطئ مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها بقوة إرادتها وعزمتها بتوصل لهدفها حتى لو كانت على ساق واحدة وعكازات من الخشب. قوة إرادتها وعزمتها